اول شيء احنا دشينا المباراه يعني الشباب ما كانوا متاقلمين على المباراه، وهي شيء عادي يصير في اي مباراه، بس قدرنا ان احنا نحافظ على الشباك لان شيء الشوط الثاني خذينا تعليمات مساعد المدرب والشباب دخلوا جو المباراه يعني خلاص دخلنا جو المباراه. ولانجا ما شاء الله ما قصر، ولانجا مولع اليوم الشوط الثاني. توقعت تخلص بالخمسه او تفوز اليوم؟ لا بصراحه إيه اكيد انا توقعت ان احنا بنفوز بس مش خمسه. خلصوا بالخمسه؟ صدمنا بصراحه. يعطيك الصحه والعافيه مبروك. شكرا شكرا صراحه، يعطيك العافيه.